المزيد حول نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة وأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي يطلعنا عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصرية. نعم تحياتي، حيث عقد المؤتمر الصحفي للسيد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. هذا المؤتمر الذي تحدث فيه بالأرقام عن نتائج التنسيق للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وتحدث عن الدفعات التي دخلت إلى المرحلة الأولى من الشعب العلمي علوم والشعبة الرياضة والشعبة الأدبية. وقال الوزير بأن الشعبة أو المرحلة الأولى ابتدأ التقديم فيها من خلال المنصة الإلكترونية لمكتب التنسيق من يوم 12 من أغسطس وحتى 16 من أغسطس الجاري، وكان نسبة الحد الأدنى للقبول بالدفعة أو الشعب العلمي علوم 90% و 48% بعدد إجمالي طلاب 26349 طالب، وشعبة الرياضة 87.7% للشعبة الرياضة بعدد طلاب 16100 طالب، والشعبة الأدبية 68% حد أدنى و 29% بعدد طلاب 74015 طالب. وتحدث الوزير خلال المؤتمر أيضا بأن الحد الأدنى للمرحلة الثانية التي يبدأ التقديم فيها من يوم 20 من أغسطس الجاري وتستمر لخمسة أيام حتى يوم 24 من أغسطس الجاري بحد أدنى علمي 64.63%، والأدبي بحد أدنى 56.9%. الأماكن الشاغرة التي تحدث عنها الوزير في المرحلة الثانية من الكليات بالنسبة للشعبة العلمية، كليات مثل الطب البيطري والتمريض والعلوم، والأماكن الشاغرة لشعبة رياضة مثل حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي وفنون جميلة، والشعبة الأدبية كليات مثل تربية وحقوق وتربية نوعية وخدمة اجتماعية وغيرها تحدث عنها الوزير. وجاء في البيان أيضا وفي المؤتمر الصحفي أن هناك ثلاث كليات تدخل حيز الخدمة بدءا من العام الدراسي الجديد، هي كليات الآثار بصن الحجر وسياحة جنوب الوادي فرع الغردقة، وأخيرا كلية السياحة والفنادق في مدينة السادات. هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية. إليكم.